السلام عليكم، صباحك لذيذ او مساءك لذيذ. انا معاكم محمد نوار. لو انت اول مره تشوفني يا ريت تضغط على زر السبسكرايب من تحت وتسيب لايك للفيديو كدعم ليا. من غير اي تضييع وقت يلا بينا نبدا على العيوب على طول. شالوا هيدفون جاك 3.5 ملم مع انه كان موجود في الاوبو رينو ايس اللي هو افضل من الهاتف ده، واللي بالمناسبه ليه فيديو هنا في القناه. هتقولي طب اشمعنى هنا اتشال؟ هقول لك لان اوبو نزل السماعات الترو وايرلس وعشان يسوقوا للسماعات ديت واللي هي سوقها منتعش جدا دلوقتي وعليها اقبال، وكل الشركات اللي في الدنيا منزله بدايل الايربودز برو الخاصه بابل طبعا. بس طبعا سماعات تي دبليو اس لسه ما تقدرش تستبدل السماعات السلكيه في الوقت الحالي لانها بتعتمد على البلوتوث، وبالتالي الليتنسي فيها مشاكل مش هتناسبك خالص لو بتسمع حاجه، ومهم جدا الصوت يكون مع الصوره. العيب رقم 2 ان مفيش مكان هنا لكارت الميموري، يعني تشتري الموبايل ده هتتحبس مع المساحه الداخليه بتاعته للابد. ثالث سلبيه هنا ما يعتبرش عيب الحقيقه، البطاريه مش قويه كفايه عشان تديك اداء محترم مع الشاشه، اللي هي الشاشه هنا 90 يعني بتستهلك كتير من البطاريه، واللي هنتكلم عنها في الفيديو بعد شويه بالتفصيل. بالنسبه للتصميم فاكيد اوبو تاخد منها افضل تصميم في الفئه المتوسطه. الشاشه المنحنيه الاطراف بتدي شكل جمالي، شفنا شبهها في الفيفو نيكس 3 والشركه بتقول عليها واتر فول ديسبلاي، والخرم او الثقب اللي من قبل 2020 قلت لكم هنشوفه كتير في تصميمات السنه الجديده، والتشين السفليه الصغيره، وعجبني قوي الحواف القليله واللي بتديك شعور ان الشاشه اكبر، وعلى عكس ما شفنا في تصميم الاوبو رينو 2 كانت الكاميرا في النص، وده عادة بنشوفها كتير من ابو، ولكن هنا الكاميرات مصفوفة بالطول على الجنب الشمال، وده نفس اللي شفناه في الابو رينو ايس. بس الحقيقة الوان الابو رينو 2 عجباني اكتر، واللون الازرق البسيط في الظهر على طول بيفكرني برضو بلون الوان بلس 7 برو، والخامات هنا بريميوم جدا كعدة سلسلة الرينو من ابو، ده لان الظهر عليه زجاج حماية من الشركة الامريكية كورنينج واللي هو جوريلا جلاس الاصدار الخامس، الاصدار اللي قبل الاخير مش وحش بالنسبة لهاتف فئة متوسطة عليا. الفريم او الاطار مصنوع من الالومنيوم، والغريب هنا ان الموبايل وزنه غريب جدا مقارنة بحجمه، هنا وزنه 171 جرام، ودي حاجة انا مستغربها ومنتظر يعني الموبايل ينزل لنا هنا عشان اعرف السر ورا كده ايه. بالنسبة الاداء الاوبو رينو 3 بيجي باعلى تشيب فئه متوسطه من كوالكم الامريكيه، وهو سناب دراجون 765 جي، وده من المعالجات المحسنه للالعاب وفي نفس الوقت مدمج فيه مودم 5 جي، فيعتبر الخيار المناسب لاي موبايل 5 جي رخيص، واللي بالمناسبه الموبايل ده 5 جي نفس المعالج اللي نازل في هاتف ريلمي الجديد الاكس 50. اكتر حاجه عجباني في التشيب دوت هو المعماريه ال 7 نانومتر، وده احدث معماريه حاليا من كوالكم، واللي بتلاقيها في سناب دراجون 865 اعلى معالج فلاج شيب حاليا، وده معناه توفير في البطاريه معاك وينتج سخونيه اقل، وده يعتبر حل كويس لمشاكل الاوفر هيتنج اللي شفناها مع بعض الهواتف زي شاومي نوت 8 برو نتيجه اللعب المتوسط. المعالج هنا ثماني النواه، نواه واحده بسرعه 2.4 جيجا هرتز ودي للمهام الفائقه، والنواه الثانيه بسرعه 2.2 جيجا هرتز ودي للمهام المتوسطه والمسانده في المهام الفائقه. بص كده قرب كده شويه مني، عاوز اقول لك حاجه بيني وبينك دلوقتي، هل الزرار اللي تحت فيه زرار كده الاحمر اللي هو الجميل اللذيذ ده بتاع اشتراك او سبسكرايب، هل الزرار بيكهرب؟ انا عايز افهم بجد، يعني انا مش فاهم يا جدعان، في زرار تحت سبسكرايب ما بتهوبوش ناحيته، يعني انا مش فاهم، يعني ده مجاني، يعني اشترك في القناه انضم يا اخي يعني بس. والست انويه الباقيين بسرعه 1.8 جيجا هرتز، ودول المهام العاديه زي مثلا بتصفح السوشيال ميديا او بتنقل ما بين التطبيقات، والتقسيمه الثلاثيه دي لاغراض استخدام افضل لطاقه المعالج، وبيسندوا هنا الجرافيك والالعاب المعالج الرسومي المتميز ادرينو 620. طالما اتكلمنا على الاداء يبقى لازم على طول نتكلم عن البطاريه. بالنسبه للبطاريه هنا واللي مش عجباني واللي لانها مش متوافقه خالص مع هواتف 2020 وكانت ممكن يزودوا سعه البطاريه عن كده، بص هي تعتبر الحد الادنى الوقت الحالي وهي 4025 ملي امبير، والهاتف بيدعم الشحن السريع بتقنيه فوك 4.0، وده احدث اصدار من فوك اللي هو اسرع وامن تقنيات الشحن الموجوده حاليا، وبسبب سعه البطاريه القليله هنا تمثل الموبايل ده نقطه ضعف في الفئه السعريه، والمتاكد ان هم ما رضوش يزودوا سعه البطاريه عن كده عشان لو كل ما زود سعه البطاريه الموبايل بيبقى سمكه ازيد او اتقن، والموبايل هنا رفيع خالص والتصميم شيك فهم بيحافظوا على التصميم، فالاولويه هنا بالنسبه لهم كانت التصميم الاشيك. بس الحاجه الوحيده اللي بتعوضنا هنا هو سرعه الشحن اللي هم ال 30 واط واللي هتخليك تشحن 50% في 20 دقيقه بس. طبعا تطور الشحن في 2020 بقى مميز جدا اللي هو بيخلينا خلاص ما نشيلش هم الشحن، ممكن الصبح وانت بتلبس مثلا او بتاخد شاور او اي حاجه سيب الموبايل شويه هتلاقيه شحن اكتر من نصه، ولان تجربه اي هاتف ما تكملش الا بالشاشه، الشاشه هنا هي مميزه الموبايل دوت ونقطه قوه ليه فئته السعريه. طبعا الشاشه هنا نوعها اماليد يعني زوايا رؤيه افضل، ودعم لخاصيه دي سي اي بي 3 واللي بتخلي الالوان واقعيه اكتر وتجربه احسن
احسن في استهلاك اي محتوى على الشاشه. وضيف على كده كمان الريفرش ريت اللي هو 90 هرتز، ده بيدي سلاسه في التنقل في التطبيقات والسرعه استجابه في الالعاب اللي بتدي ريفرش ريت العالي. اكيد ما انبهرناش هنا لان شفنا مثلا الريدمي كي 30 120 هرتز وبسعر غريب جدا، وكمان بعدها من الريلمي في الاكس 50 برضو كانت الشاشه 120 هرتز، واللي بالمناسبه في فيديوهين هنا ليهم في القناه، واداء محترم جدا تحت اشعه الشمس المباشره لان الشاشه هنا 500 نتس وكمان ممكن توصل ل 800 نتس، وده اكيد سطوع عظيم جدا. الشاشه هنا حجمها متوسط 6.5 بوصه، وتحس ان الحجم ده ستاندرد في هواتف اوبو اللي شفناها كمان في الاوبو رينو 2 والابو رينو ايس. الباقي بقى عادي، دقه الشاشه هنا فول اتش دي 1080 في 2400 بيكسلز وكثافه بيكسلز او بي بي اي 402 بيكسل لكل انش، وسنسور البصمه هنا تحت الشاشه وطبعا سريع زي ما متعودين من هواتف ابو. الشاشه هنا عليها زجاج حمايه جوريلا جلاس الاصدار الخامس. لو جينا بقى للكاميرات فهي عاديه جدا، اربع كاميرات ده ترند اخر 2019 عادي جدا. الاساسيه هنا 48 ميجا بيكسل بفتحه عدسه f1.7، واللي اكيد شفنا نفس السنسور ده من اوائل 2019 قديم مش جديد، ولحد دلوقتي وصلنا ل 108 ميجا بيكسل اللي هو سنسور سامسونج الجديد واللي شفناه في الشاومي مي نوت 10 واللي نازل في شهر 2 ان شاء الله مع السامسونج S20 Ultra. نرجع بقى تاني هنا للكاميرا الاساسيه اللي هي بتدعم تصوير الفيديو بجوده 4K 30 فريم في الثانيه، والكاميرا الثانيه هي 13 ميجا بيكسل بفتح العدسه f2.4، ودي كاميرا الزوم يعني تقدر تعمل هنا 2x اوبتيكال زوم يعني حقيقي بدون ما تفقد اي كواليتي. بس هنا ما ننبهرش قوي لان شفنا كمان 5x و10x زوم من التلسكوب الجديد الخاص بسامسونج. الكاميرا الثالثه هنا هي 8 ميجا بيكسل الترا وايد واللي تديك كادر واسع اوسع في الصور بتاعتك، واخيرا 2 ميجا بيكسل بفتحه عدسه f2.4 وديت كاميرا ابيض واسود. واهم ما يميز الموبايل ده هو دعمه للتثبيت البصري او الاوبتيكال ايمج ستابلايزيشن، وده صعب تلاقيه في الفئه السعريه دي. الكاميرا الاماميه هنا 32 ميجا بيكسل، واكيد مش محتاج اكلمك عن سيلفي ابو، كلنا عارفينه طبعا الالوان فيه بتبقى فيفيد شويه او يعني فيفيد بزياده كمان، وده نتيجه معالجه السوفت وير بتاع ابو، بس طبعا بتدي الوان يعني العين بتكون كويسه للعين كده، بس اكيد بتخليك ما يعني ما تعملش اديت للصور بتاعتك او حاجه تاخدها ترفعها على السوشيال ميديا على طول. بالنسبه لنتيجه اختبارات الكاميرات هنشوفها بعدين على منصه دي اكس او مارك. خليني بس اقول الاول اكتر ميزه هنا عجباني، طالما بدانا بالعيوب في الاول فلازم ندي برضو المميزات هنا كمان حقها. السماعه هنا استيريو اخيرا، واللي هي بتقدم تجربه افضل بكتير من السماعه الاحاديه. اي نعم سبيكر واحد يعني بيستخدم سماعه المكالمات اللي فوق عشان يكون الصوت محيطي، بس عظيم يعني، وشفنا كده برضو السنه اللي فاتت من بوكوفون F1. سوفت وير هنا في العلبه احدث اصدار اندرويد 10، واجهه الاستخدام بتاعت ابو اللي هي كلر او اس 7، ورينو 3 برو بيدعم ان اف سي، اهم استخداماتها بتبقى الدفع بالموبايل بدل الكارت من ضمن استخدامات مفيده تانية برضو كتير ليها. وبالله عليكم بقى ركز، وخاصه الناس اللي بتيجي لي بعديها بتقول لي انت ما قلتش السعر بالدولار، والله بقول السعر بالدولار وبقوله بالجنيه كمان وبتلاقيه هنا على اليميني، فيا ريت تركز معايا. النسخ اللي بيجي بيها هي 8 جيجا رام مع 128 جيجا مساحه داخليه، او 12 جيجا رام مع 256 جيجا مساحه داخليه، ويفضل لو تختار بعنايه انت عاوز تشتري ايه من المساحه الداخليه، عشان خلي بالك زي ما قلت هتتحبس مع المساحه دي على طول. والسعر هو $580، ودول لو حولناهم بالجنيه هيبقوا حوالي 9100 جنيه، ودول النسخه ال 8 جيجا رام مع 128 جيجا مساحه داخليه. بالنسبه للتسعير يا ريت تقول لنا رايك تحت، ايه رايك في تسعير ابو؟ يعني اكيد احنا متعودين على التسعير ده، مش هتتفاجئ منه من ابو، خاصة ان المعالج هنا سناب دراجون 765 يعتبر اعلى معالج في الفئة المتوسطة. شاركنا رأيك كده، تفاعل معنا شوية عشان نعرف رأيك ايه. والالوان اللي بيجي بيها الموبايل هي الاسود والازرق والابيض، ولون زيادة كده غريب انا مش عارف هو ايه، هو تلات الوان في بعض كده يعني لون غريب جدا. بس خلاص كده ما تنساش اللايك سبسكرايب، وتابعني برضو على الانستجرام والفيسبوك، هتلاقي الروابط كلها تحت الفيديو. كان معاكم محمد نوار، واشوفكم الفيديو الجاي. Peace.